محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعة محصول القمح والتوريد. مع بشاير الخير للموسم الحالي تم الإعلان عن ارتفاع مساحة زراعة القمح لحوالي 14 ألف مقارنة بالعام الماضي. بالشرقية وصل إجمالي زراعة المحصول حتى اليوم 394 ألف فدان. خلينا نعرف تفاصيل أكتر حول هذا الموضوع تحديدا من مهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة بالشرقية. صباح الخير على حضرتك يا فندم وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ جمانة. صباح الخير يا استاذ محمد. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني في البدايه خلينا نتعرف من حضرتك على خطه زراعه القمح الموسم ده. العدد الاجمالي للمساحات المزروعه وصل كام تحديدا؟ في محافظه الشرقيه بتعتبر من اكبر المحافظات اللي بتزرع قمح على مستوى الجمهوريه. المحافظه بتزرع حوالي 394 الف فدان. المستهدف بتاعنا كان 400 الف فدان، احنا وصلنا الحمد لله ل 96% من المستهدف لزراعه القمح. طبعا الدوله بتولي اهتمام بخصب بمحصول القمح للعمل على زياده الانتاج، سواء بالزياده الراسيه اللي هي زياده انتاج الفدان او الزياده الافقيه زياده المساحه المنزرعه. فاحنا طبعا عن طريق تشجيع المزارعين على زراعته لمواجهه الزياده المضطره في عدد السكان وزياده الطلب على القمح ومنتجاته، لان ده الغذاء الاساسي لجمهوريه مصر العربيه. السنة اللي فاتت كنا زارعين حوالي 380 ألف فدان، وردنا حوالي 580 ألف طن للصوامع والشون، كنا من أكبر المحافظات اللي وردت القمح على مستوى جمهورية مصر العربية. ده رائع جدا. حابين نسأل حضرتك، هل في مناطق معينة في نطاق محافظة الشرقية بيكون فيها إنتاجية أعلى لمحصول القمح؟ محافظة الشرقية فيها حوالي 23 أو 15 مركز على الأخص، يعني المراكز كلها بتزرع القمح بأعداد متفاوتة. المحافظة الشرقية من قديم الأزل من أيام سيدنا يوسف كانت هي غلة السلال لمصر. صحيح. زي ما كانت مصر غلة السلال للعالم كله، فالمحافظة كلها أغلبتها بتزرع قمح. يمكن ده حاجة متوارثة للفلاح الشرقاوي، إن القمح ده أساسي لازم يزرعه في كل الأوقات في الفترة الشتوية. طيب باشمهندس، يعني احنا بنتكلم على ارتفاع تقريبا مساحات زراعه القمح حوالي 14 ألف عن السنه اللي فاتت بالشرقيه. خلينا نعرف من حضرتك يا فندم العوامل اللي اعتمدتوا عليها عشان تقدروا ان انتوا توصلوا لهذه الزياده. طبعا تم التعاون الوثيق بين الاجهزه التنفيذيه ومراكز البحوث الزراعيه وكليه الزراعه بجامعه الزقازيق. احنا بنطبق احدث النظم الزراعيه خلال الندوات الارشاديه والمؤتمرات. عاملين حوالي حقول ارشاديه على مستوى المحافظه كلها حوالي 1355 حقل ارشادي. بيتم التركيز على نشر الاصناف ونظم الري الحديثه. احنا بنتبع نظامين للزراعه، الري بالسطرات، اسف، الزراعه بالسطرات والزراعه على مساطب. فطبعا الزراعه ديت بتوفر كميه كاوي عندنا 25%، بتوفر في كميه الميه، في استهلاك الميه 25%، بتزيد من كميه انتاج القمح للفدان من 2 ل 3 اردب. طب بس مهندس اشرف، هل في وقت محدد لبدء حصاد المحصول ولا بيكون حسب الطقس؟ وفي تغيرات مناخيه، هل في وقت بنبتدي فيه حصد محصول القمح؟ هو طبعا حسب التغيرات المناخيه. احنا طبعا اداره الارشاد واداره المكافحه بتبقى على قدم وساق، بتنزل تعمل ندوات ارشاديه على طول. لو في ارتفاع في درجات الحراره او طرد للسنابل بنبدا بعمليه الري اللي هي الدوريه. طبعا بيبدا الحصاد المحصول من 15 ابريل ان شاء الله، يعني بعد العيد الصغير ان شاء الله. طب يا فندم، بالنسبه ل يعني المناطق اللي بيتم زراعتها، هل بيبقى في مناطق معينه زراعتها افضل؟ على اي اساس بتختاروا الارض اللي هيتم زراعتها؟ احنا عندنا المحافظه الشرقيه مترميه الاطراف، عندنا في اراضي طينيه وفي اراضي صحراويه. بنزرع بكميات في الاراضي الطينيه وبنزرع برضه في الاراضي الصحراويه بنجود فيها. عندنا حوالي 8000 مزرعه سمكيه بتجف في خلال فتره الشتاء، بنزرع برضه في المزارع السمكيه لان بتبقى فيها كميه العناصر الغذائيه فيها بتبقى كبيره. باشمهندس اشرف، في دور الارشاد الزراعي دور مهم جدا في توجيه اهلنا الفلاحين والمزارعين في زرع اصناف معينه، في حتى المتابعه المستمره معاهم من بدايه التقاوي والاسمده وغيره حتى المرحله الاخيره وحصد المحصول. حابين نعرف اكتر على دور الارشاد الزراعي في موضوع زراعه القمح يا فندم.
بنبدأ بتجهيز محصول القمح من شهر 9. الزراعة بتبدأ من شهر من 15 11. دور الإرشاد الزراعي إن هو بيوفر كمية التقاوي اللازمة للأراضي المنزرعة. بنعمل سياسة تصنيفية للدولة متبعاها، بنجيب الأصناف اللي هي بتجوز زراعتها في الوجه البحري عشان نتفادى الأمراض الصدأ وأمراض التفحم السايب. طبعا احنا بنزرع في الوجه البحري مصر 3 ومصر 4 وسخه 95 وجيزه 171 وسدس 14 وسدس 15. فطبعا الارشاد الزراعي بيبقى على قدم وساق مع المكافحه، بيجهزوا الارض وبيعملوا ندوات ارشاديه. زي ما انا قلت لحضرتك احنا عندنا 1355 حقل ارشادي على مستوى المحافظه، يمكن عاملين في كل حوض حقل ارشادي على مستوى الكره كلها. باشمهندس خلينا برضو يعني نسأل حضرتك عن العامل الأهم في عملية الزراعة بشكل عام، هو المزارع. إيه الحوافز اللي بتقدم للمزارعين عشان حتى يقدروا إن هم تشجعهم أكتر على زراعة القمح، وبرضو كمان على حتى يمكن زيادة نسبة أو مساحة الأراضي المنزرعة؟ إحنا عندنا السنة دي حوالي 3 مبادرات. في مبادرة ازرع اللي هي برعاية السيد رئيس الجمهورية بالاشتراك مع التحالف الوطني، بنوفر وفرنا كميه التقاوي للفلاح بنصف الثمن. يعني الشكاره اصلا كانت ب 550 جنيه، احنا عملنا الشكارتين بشكاره، فطبعا ده ادى حافز ان تتزرع كميه كبيره من القمح. عندنا مبادره ثانيه اسمها مبادره صمود، دي مطبقينها في 3 مراكز، هنزرع فيها حوالي 20,000 فدان، موفر لهم التقاوي، موفر لهم الطاقه الشمسيه، بنروي بالطاقه الشمسيه، عاملين الري بالتنقيط. في مبادره ثالثه اللي هي جي اي زد، برضو بنوفر فيها النقط الارشاديه، بينزل دكاتره وعاملين بروتوكول مع دكاتره من المعاهد البحوث، بتنزل على قدم وساق بتشجع المزارع، بتديله كميه التقاوي بنصف الثمن. فالحمد لله عاملين كذا مبادره في محافظه الشرقيه بالاتفاق مع المعالي الوزير وزير الزراعه ومعالي محافظه الشرقيه. نشكر حضرتك جزيل الشكر مهندس اشرف نصير مدير عام الزراعه بالشرقيه، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.